كما كان في التصريحات ديالي اللي قبل، انا من المدعمين ديال الاغنيه الشبابيه، لحقاش الفن هو هذا كيمشي بالموجات. حنا ملي كنا بدينا في السبعينيات كانت الظاهره الغوانيه، كانوا كي الناس اللي كبار منا كانوا كيعطيونا غير الدواء، وانتم ما كتعرفوا والو، انتم شنو الغناء هذا واش هو. اصبح دابا الفن الظاهره الغوانيه اصبحت باتريمون، يعني اصبحت تراث مغربي يشهد به العالم. فلهذا كيخصنا نجلسوا امام الامر الواقع. هذه الدائرة ديال الأغنية أو ما يسمى بالمغربي الجديد أنا كندعمها 100%، لأنها ظاهرة شبابية وغادي تعطي الكثير إن شاء الله. أنا كنتأمل لها بأن كنتنبأ لها بأن غادي يكون منها الكثير إن شاء الله. الكلمات حتى من قبل يا لالا كانوا الكلمات في الكلمة الرديئة والكلمة اللي هي الكلمة الهادفة. حنا ما غاديش ناخذوا، حنا شوف اللي كيهمنا هو الإنتاج، يكون عندنا واحد الكم، يكون عندنا واحد الكم هائل ونخذ شي له زينة منه غير 5% ديال 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 الجوده غادي يكون مزيان، فهمتيني. المشكل هو ما يكون عندنا والو، وراكي عارفه الناس كيهضروا، الناس بعضياتهم الفنان هذا كينتقد هذا، هذاك لا والو الكلمه لا هو كذا لا هو كذا. ودا سيدي غير دير لنا شي خدمه، دير لنا شي حاجه جديده وعطينا ما نسمعوا، وحنا ديك الساعات نقيو هذه من هذه. المهم انا اللي كنهضر عليه هو ان بعد الانتاج كاين والعزيمه كاينه والشباب خدامين، وهذا راه شيء راه جميل جدا. انا كنهضر على نفسي بعدا، انا ماشي كتشكل لي منافسه، انا كنتشرف بها. لحقاش هما بعدا قدروا يوصلوا واحد الحاجه اللي ما قدرناش حنا نوصلوها، هما بعدا الاغنيه المغربيه وصلوها للعالميه، اللي ما كانش حنا معمر حتى شي واحد فينا ولا اللي قبل منا وصلها للعالميه. هذا شيء يشرف، كيشرف المغرب وكيشرف الفن المغربي. فعلاش غادي نكون انا نتخذ منه موقف؟ غادي الا تخذتي واحد الموقف غادي يكون غير من باب ديال الحسد، هذا ما كان. اما انا بالعكس والله العظيم الا كيفرحني الاغنيه المغربيه تلقى يعني واحد المستوى، تترقى بواحد المستوى اللي هو عالي، سواء بالشباب سواء باي فنان اللي عنده ما يقول. هذا هو اللي كاين.